وبالنسبة للقرار ده طبعا تم دراسته دراسة كبيرة جدا، وحصلت ضغوط على الوزارة من جهات متعددة لرفع السعر بالطريقة دي. وكان في يمكن خلق المشكلة بتاعت عدم جاهزية أسعار بعض الأدوية والتضارب اللي حصل في الفترة اللي هي حصلت عقب القرار، لأن القرار جه تحت، إنما هو كان مترتب إن هو هيزيد. والضغوط اللي إن هما كانوا مستعجلين صدور القرار. وكان في البداية خالص معالي الوزير كان قايل من جنيه لـ10، وإحنا كنا كمجموعة متفقين على جنيه وعشرين. هما كانوا متفقين من جنيه لـ20، وبعدين رجعوا قالوا من جنيه لـ30. فده تضارب، لأن أنت بتتكلم على عدد أسعار عالي جدا، عدد أدوية عددها كبير جدا، واخد بالك؟ فده أدى إلى إن يحصل التضارب ده. إنما هو طبعا القرار كان يجب أن يتخذ. ليه؟ لأن فعلا شركات الأدوية فعلا مش قادرة تنتج. بس هو اللي كمان اللي مرتبط بده واللي نزل فيه مزايل بالقرار، إن لازم الشركات هتوفر الأصناف اللي ناقصة خلال 3 شهور، واللي مش هيقدر يوفر في خلال 3 شهور لـ6 شهور هيتسحب منه الزياده اللي هي بتاعته. اصلا مش كام عدد الادويه اللي عندنا عجز فيها؟ العدد كتير، يعني فوق الـ1000 ادويه كتير طبعا ناقصه، بان الشركات مش عارف. يعني هو قالوا ان المواد الخام اصبح غاليه، العماله غاليه، فهو مش قادر ينتج بالسعر المتدني ده. هل بقى ان شاء الله هما بعد الزياده ديت هيقدروا؟ ده اللي لسه هتفصح عنه الايام اللي جايه. واذا والله حصل ان هما وفروا الدواء ده، هيبقى فيه ميزتين كبار قوي. ان انت هتشجع الصناعه الوطنيه، تاني حاجه ان انت هتريح المواطن بالسعر المناسب الوطني، اللي هو السعر اللي هيبقى مناسب للدواء بتاعنا. فده هتبقى فيها ميزتين كويسين جدا. ونرجو ده بقى على عاتق مين؟ على عاتق شركات الادويه اللي هي شركات القبضه وشركات الأدوية.